تحياتي دكتور. اهلين دكتور راتب، اهلا وسهلا، تفضل. خير دكتور؟ قال عاوزيني ضروري. صحيح دكتور، بتتذكر جهاز الاشعه اللي تعاقدنا عليه مع شركه المانيه؟ ايه طبعا بتذكره دكتور، والجهاز لساته محطوط عنا بالمستودع بانتظار الخبير اللي بده يركبه. تمام، والخبير اللي بده يركبه رح يوصل بكره. عظيم جدا، معناها خلال يومين ثلاثه فينا نستثمر الجهاز ونشغله. ايه طبعا، وعلى هوا ما فهمت من الفاكس الخبير الالماني المستر ليبرمان يلي بعتينه لعنا شغله كبيره وحجه علميه ببلده. ايه طبعا اكيد بده يكون شغله كبيره كثير، لانه هيك جهاز معقد مو مين ما كان بيقدر يركبه ويعيره. ولهالسبب بدي منك يا راتب تقوم بواجب الزلمه على اكمل وجه. ايه طبعا دكتور، ولو هيك الاصول. وباعتبارك مدير العلاقات العامه بالمشفى ما الي ثقه بحدا غيرك حتى كلفه بهالمهمه. وانا جاهز دكتور، وان شاء الله بنقدر نبيض لك وشك. مو وشي اللي بدك تبيضه يا استاذ راتب، بدك تبيض وش البلد، وش الوطن. يا سيدي الله يخليك، شو الفرق؟ انتو والوطن حال واحد. شكرا لمجاملتك استاذ راتب. في نقطه مهمه حابب اوضح لك اياها. تفضل دكتور، شو هي النقطه؟ هدول الالمان مثل ما بتعرف عند الرفعة مناخير بلا طعمه، وبصراحه اكثر مو شايفين حدا قدامهم، وبينظروا لنا على اننا شعب متخلف وبعيد جدا عن الحضاره. مو كلهم دكتور غزوان، مو كلهم، لانه انا بزماني اجتمعت مع واحد الماني بمدينه بريمن هافن. كلهم ولا نصهم مو هذا المهم، المهم لازم نورجي للمستر ليبرمان انه بلدنا متقدمه ومتطوره. يعني خلال زيارته القصيره لعنا لازم يشوف اشياء عن بلدنا ما كان يتوقع يشوفها بحياته. يا هاي شغله بسيطه دكتور، يعني اذا ما نسيته المانيا كلها ما بيكون اسمي راتب. طمنوا. يا عيني عليك، يا عيني عليك، شو بطل. لذلك بدي اياك تضل مرافقه من اول ما بينزل من الطياره وبيحط رجله بالمطار هيك لحتى يرجع على الطياره. ولا يهمك استاذ، رح اتبق لك اياه فرد بقى. بس امتى موعد طيارته يا ترى؟ بكره الساعه 12. اولا استقبال في المطار، ثانيا الذهاب الى الفندق، ثالثا دعوه الى العشاء بحضور مدير المستشفى. راتب حبيبي، خذ هاي الجرافه، كثير بتلبق على الطعم اللي انت لابسه. ما لا لا، شو الجرافه هي؟ ما لقيتيني غيرها. ليش شبهها؟ طول عمرك بتحبها. مو المهم انا احبها، المهم مستر ليبرمان يحبها وتلفت نظره. لا، وشو دخلوا المستر ليبرمان بجرافتك كمان؟ ما دخلوا، بس انا بدي اطفي الطفي لهالليبرمان، بدي البس طقم وجرافي بحياتهم وشايفهم لحتى فهموا بطريقه غير مباشره انه نحن العرب مزوقين وبنعرف نلبس. هاتي لقلك، اعطيني الجرافي الفرنسيه يلي جبتها معي من نيس السنه الماضيه. لحظه لحتى ادور لك عليها. هالجرافي بالذات يا هند جد جده لليبرمان ما بيحلم يلبس مثلها. ليش؟ لانها سينيه وماركه اصليه من اشهر ماركات العالم. صدقيني دفعت حقها 1000 فرنك فرنسي وقطعت عن تمي واشتريتها، بقى احسبي لي اياهم كم ماركه بيطلعوا هدول. هلا انت كثير شايفني فاضيه لهي الحسابات. هي الجرافي، شرف. يسلم ودياتك. شايفه شايفه؟ دسي دسي، شو ثقيله. لك ثقيله ما اختلفنا، بس حبيبي مو لابقى الطقم اللي انت لابسه. لا لا بالعكس، لا تغلطي. عامله تضارب بالالوان بيطير العقل، واهم شيء بنظريات الموضه الحديثه هو تضارب الالوان، ولازم المستر ليبرمان يعرف انه نحن العرب بنفهم بنظريات الموضه الحديثه. مو جماعه هات ايدك والحقني. قسما بالله يا هند اذا ما عقدت لك يا لهالخبير ما بيكون اسمي راتب. وين الكندره الطليانيه اللي اشتريتها من شتورة ولسه ما لبستها غير لبستين؟ طيب لحظه لاعطيك اياها. شلون شايفتيني؟ شلون شايفه؟ تمام. كنت رح انسى بخبر فان. من انو برفان بخبي رايك؟ حي الله، كل البرفانات اللي عندك ريحتها حلوه. اصبح رح بخ من هذا البرفان المكسيكي، هذا نوع جديد اسمه ساريتا مرسيدس، ويمكن لسه ما وصل لالمانيا لحد هلا. هلا انت متاكد انه اللي جاي لعندك خبير؟
طبعا خبير لكان سعدان. يعني بدك تقنعني انه كل هاي الشياكه مشان تروح تستقبل رجال؟ بدك الصراحه راتب؟ انا قلبي شاككني انه خبيره مو خبير. لا حبيبتي اطمني، خبير مو خبيره، بس هذا خبير الماني مو اي كلام. استناني هون ولا تتحرك من مطرحك. ها عفوا يا استاذ. نعم الوقفه هون ممنوعه. نعم الوقفه هون ممنوعه. روح عن عمي روح، شو ناوي تبهدلنا قدام الالمان انت؟ لك على الحكي لك. طول بالك يا اخونا، طول بالك شوي. بعد هيك لك شوي بدنا نوقف. بعد هيك مرحبا. اهلا وسهلا. مو حضرتك عم تستنى مستر ليبرمان؟ اي نعم. وشو علاقتك بالموضوع؟ ايش بن مستر ليبرمان؟ انت الخبير، انت الخبير ليبرمان؟ ايه انا الخبير ليبرمان. ليشك لابس؟ قصدي الحمد لله على السلامة، نورت البلد، شرفت. اهلا وسهلا ومرحبا. شكرا، شكرا جزيلا. وبتحكي عربي كمان؟ الهيئة أنا بروهو بيجي كتير على الميدل إيست، فبعرف أكي عربي. شرف شرف، السيارة عم تنتظرنا برا. شرف تفضل. تفضل. يا أهلا وسهلا مرحبا، تفضل. إن شاء الله تكون عجبتك السيارة مستر ليبرمان. إيه حلوة. هي أحسن سيارة عنا بالبرقاب. سيارة ألمانية فول أوبشن مثل ما لك شايف. مدير المشفى دكتور غزوان هو يلي عطى التعليمات مشان نستقبلك بها السيارة بالذات. شكرا، شكرا جزيلا. شايف قديش مريحة السيارات الألمانية؟ نحن بالمستشفى كل سياراتنا ألمانية، حتى سيارات الإسعاف ونقل الموتى. شلون ملاقي التكييف؟ منيح ولا قوي لك يا شوي؟ قوي العيار شوي مستر ليبرمان، لا تستحي قلي. لا لا هيك تمام، منيح كتير. على فكرة هذا المكيف اللي بالسيارة كوري، لأنه المكيفات الكورية يا أخي غير شكل. صحيح السيارة ألمانية، بس نحن لما طلبنا هالسيارات من الشركة حطينا شرط بالعقد أنه تكون المكيفات كلياتها كورية، واشترطنا عليهم كمان يحطوا فيها مجموعة صوت أمريكية. أبو عدنان سمعوا صوت المسجلة، سمعوا. يا عيني شو بيحب يسمع؟ لك خبير ألماني هاد، شو بده يسمع يعني؟ ميشن أو عتابة؟ حط له لويتني هيوستون، هي عالمية، بتحب ويتني هيوستون مو هيك؟ أوكي، أوكي، ويتني هيوستون، ويتني هيوستون. ما عندي شرايط ويتني هيوستون. ولا شريط أورخن شيركة؟ لا والله أستاذ. أصبح أنا رح سمعه غنية ألمانية بتذكره بفلكلور شعبه وبلده. شو رأيك مستر ليبرمان؟ اوكي اوكي. Der Menschen sind Gottmenschen, aber der Spiegelfanchen. Ich liebe dich, Frauen Hansen, Wilhelm den Schicklich Menschen. Der Menschen sind Gottmenschen, aber der Spiegelfanchen. Ich liebe dich, Frauen Hansen, Wilhelm den Dorren Menschen. شايف هالأوتيل مستر ليبرمان؟ شو بو؟ هذا من الأوتيلات الفخمة اللي عنا، مبني على الطراز الإيطالي ومصممه مهندس برتغالي، وهلأ عم تديره شركة إيطالية. شايف هالفخامة هاي؟ شايفها؟ كم كم هيراين بيتي كم. أهلا
Believe me, it's not very expensive. And above all, you will be very satisfied. شايف مستر ليبرمان؟ الموظفين هون كلهم بيحكوا انجليزي مثل البلبل. لا مو اي انجليزي، انجليزي بلكنة ايرلندية. والروم سيرفيس بيحكوا انجليزي بلكنة هندية. شو بيقولوا؟ Do you want anything else, sir? We are here to serve you perfectly, sir. That's cool. يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيك. المستر ليبرمان خبير ألماني ضيف شركتنا. أهلا وسهلا. هلو. في حجز اسمه ما هيك؟ إيه طبعا دكان. شايف مستر ليبرمان، كل شيء عنا نحن العرب على الكمبيوتر، حتى الحجز. مزبوط، في حجز اسم سيد ليبرمان. تفضل هاي. شكرا. بس ممكن الباسبور لو سمحت؟ إيه طبعا طبعا. انت شو بدك انزي؟ داين باسبور. فهمت عليها. شكرا. شكرا لك. تفضل. شايف مستر ليبرمان؟ شايف على هالفخامة؟ شايف هالتريا اللي بالسقف؟ هي تريا تايلاندية، الله وكيلك ضلوا الخبراء التايلانديين يركوا فيها خمس أيام. تفضل تفضل مستر ليبرمان. شايف هالأسانسيرات مستر ليبرمان؟ هالأسانسيرات كلها إيطالية. لا بتخربط ولا بتنتع ولا بتقطش وما لها صوت ابدا. هلا اسمع باذنك. بيتي بيتي. ما قلت لي شو رايك بالغرفه مستر ليبرمان؟ معقوله. معقوله وبس؟ الله يسامحك، بترجاك مستر ليبرمان لا تبخسنا حقنا نحن العرب. طلع منيح، شوف هالفرش كله. على فكرة هالفرش نمساوي، الخشب سويدي، بياضات تخوت صينية، البرادي فنلندية، المخدات ريش نعام من الحبشة. عفوا مستر ليبرمان، يمكن انتم مفكرين انه نحن العرب لساتنا عم نركب الجمال ونسكن بالخيام ونشرب حليب معزة، مو هيك؟ شوف شوف فور جاد سيك مستر ليبرمان، شوف إنارة هالغرفة ما أحلاها، كلها على الطراز الأوروبي القديم، أنتيم، خافتة مشان الريلابس، والتلفزيون شوفت عينك ياباني، والبراد أوكراني، المكيف كوري، الصابون تركي، السيراميك إيطالي، طقم الحمام هندي، المناشف والبشاكير قبرصية، والشامبويات فرنسية. أوكي أوكي. بس انا الحقيقه هلا حابب ارتاح من رحلي لاني تعبت فيها كثير، اذا سمحت يعني. طبعا طبعا ارتاح وخذ راحتك على اخر. بس لا تنسى مستر ليبرمان، اليوم المساء في عندك دعوه على العشاء. الدكتور غزوان داعينا على العشاء بالمطعم البلقاني. اوكي اوكي اليس فاشتين. على كل حال راح ابعتك الشوفير ياخذك الساعه 9. من الساعه 9؟ يا زيبود. اوكي مستر ليبرمان، اوف ويدر زين. عازم الخبير الألماني على العشاء. وإنه شو قصة الخبير الألماني؟ والله لو عازم كلوديا شفر على العشاء ما بتتشيك كل هالشياكة. سبق وقلت لك يا هند إنه لازم نظهر بمظهر لائق ومتألق وحضاري. إيه بس هذا المظهر الحضاري زاد عن حده كتير، وأنا بصراحة بلش الفار يلعب بعبي. هلأ بدل ما يلعب الفار بعبك تعي دوري لي على أنينة البارفان البلجيكي. ليش هذا البارفان اللي حاطه شو؟ صحيح والله نسيت اني بخيت برفان نمساوي. لك اي الله ستي، البلجيكي والنمساوي نفس الجوده، كله اتحاد اوروبي. شفتي لي وين حاطط علبه السيجار الكوبي كوهيبا؟ بدي اخذها معي على السهره. حضري لي اياها الله يرضى عليك. راح اشوف حالي عن برايه شوي. شايف شو في عنا اصناف اكل ببلادنا مستر ليبرمان؟ ببلادكم؟ يلي بقصده شو ما طلبت بتلاقي. خد هالطاولة يلي قدامك مثلا. السمك اسباني، القريدس تايلندي، الخبز كندي، الكاتشب يوناني، الرز صيني، البهارات هندية، الكافيار روسي، العجة تركية، الشوربة كازاخستانية، اليلانجي شيشاني، حتى
حتى الفواكه مستر ليبرمان كمان مستوردة. التفاح أمريكي، الموز صومالي، الأناناس حبشي، كيوي استوائي، مانجا أنغولية، لوز إيراني. مد إيدك أخي ليبرمان، ليش ما عم تاكل؟ كول؟ ناين ناين، داس إز كنوك، أنا أكلت، خلص. أصبح شو بتحب تشرب مستر ليبرمان؟ اطلب بتمنى، هون في عنا أي مشروب بيخطر على بالك. أوكي، مثل ما بكون، على ذوقكم. طيب، شو رأيك بالباندو موندو؟ لا أوه. تقيل على معدته كتير. لا يا زلمي خفيف، مهضم هاد. أفوان بس، شو هاد باندو موندو؟ الله يسامحك، معقول مو سمعان باسمها شراب؟ معك حق، بجوز لهلأ ما وصل الباندو موندو لألمانيا. هذا يا سيدي شراب، شراب استوائي بيطير العقل. هلأ دو متر أحمد. أيوة. الله يرضى عليك، بدنا ثلاثة باندو موندو. شكرا. وسط لو سمحت. هذا دايجستيف. اخسو. شو صار مع الخبير بعدين؟ لسه ما خلص تركيب الجهاز؟ طيب طيب خليك معه لحتى يخلص. الله معك. شو مضيع قلت لي؟ برغي، بس مو حي الله برغي، برغي خاص بهالآلة. ايه وبعدين؟ دور عليه كتير وما كان يلاقي. والعمل؟ والعمل؟ والله ما بعرف، المستر ليبرمان عم يقول انه هالبرغي ضروري كتير وما فينا نشغل الجهاز بدونه. لك يا اخي انزلوا معه على السوق واشتروا له البرغي اللي بده اياه، ما معقولة ما تلاقوه. بعتنا مدير المشتريات على السوق واخذ معه قياسات البرغي مطلوبة، بس ان شاء الله يتوفق ويلاقيه. لك يا سيدي بلاقيه، يعني معقولة بكل البلد ما نلاقي شقفة برغي؟